اللهم صل وسلم على الحاج محمد رجل الله كلام عم صلى الله عليه وسلم اشتريته وجزمتك السلام عليكم يا جدع اشتريت كلام جد كم بالسلامة؟ كلام 500 يصير مع بعضهم يصيرون من 3000 حاجة. والله أنا ومتين قد رجل دو هنا ما شغال ونفطر لك بسرعة سلام الله هذا بعد ليلة سنان هذا بعد متين يلا السلام عليكم دوست بعض والله محاولين بعض فوضى على العجلة بالصلاة على وجهه الله يبارك له والله محاولين بعض هو جاد 500 ربنا محاولين بعض جاد 500 هو ناس 500 شفت من 34000 34000 كيف العام يعني مالناش خاطر بنمشي انت على بنانا وفوق بس يعني برضه ما وميزان وبتاع ناس ان شاء الله اه اللي هيقولوا 10 كلمات مسكين من جد لا يا ابو مخدوم مكان يا فارس يا ابو مش عارف بقول بريز لا مش هذا العجل اللي بتفاوض عليه لسه بتصلع هنا بقى طيب كده ولا اصلا في العالم يا اخ الله ده سكته وقعد نط على 32000 لسه بتفاوض على سعر 32000 اللهم صل على النبي مش عارف لسه شغالين اصل الريف المصري ان شاء الله عليك يو على صاحب عاوز 34000 فيه الصلاة على النبي لسه يا جماعه بتفوض على السعر السرعه طلع ميزان وكلاء عليه منظر صعب على مش عارف العجل اسمر ده هنا كان شفته ولا جيت تشتري ترخل ولا جيت تبص الاسعار مش دور مش غير وجمعنا شايفينها اجيب لك 2000 جنيه ولا امشي انا ما اطلع مع النور انا مش نام قوي يا سليمان مصطفى يشتري السيد يشتري هو مش يسمع حتى الان جماعة فصلوه ب 32000 جنيه والله يا جدع
يكون فلوس يا عم يا عم من عاوز يبيعوا بكام؟ قول لي اربطه فين ولا هو عايز يبيعوا ب 35 عاوز يبيعوا ب 35 اللهم صل على النبي. الترجمه عايز اقول مصطفى معاك لم يتم البيع الصراحه.